720 عاما على ميلاد أمير الرحالة ابن بطوطة. نقول الميلاد ولا نقول الوفاة، لأن حقا من يكتب ومن له قراء لا يموت. ويقول الشاعر: موت كموتك لن يدوم، لأنه لا يغلب الموت من له قراء. هذا يقولها شاعر من شعراء اليمن، يقول بأن الموت موت كموتك لن يدوم، لأنه لا موت يغلب من له قراء. فالموت عند ذوي السطور ولادة، وعند ذوي القصور فناء. ومقاعد التاريخ ليس ينالها متطفل صعدت به الغوغاء، يتهافت الزعماء نحو فنائهم، وإلى الخلود يحلق العظماء. مرحبا بكم، كل باسمه وصفته. اليوم نحن في هذه الذكرى نحتفي برحالتين من مدينتنا الحبيبة. سنبقى الآن مع كلمة لرئيس جمعية طنجة بين الأمس واليوم، الأستاذ عبد الواحد البقالي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بداية أشكر الحضور الكريم على تلبية الدعوة لهذه الندوة المباركة، كما أشكر المسؤولين عن مركز إكليل طنجة الذين وفروا لنا هذا الفضاء الثقافي المتميز، كما أشكر منظمة البيت العربي في شخص رئيسها الأستاذ محمد كريم مبروك وكاتبها العام الشاعر محمد سعيد المقدم على المساهمة المادية والمعنوية لتنظيم هذا اللقاء، كما أشكر كل أعضاء وعضوات مكتب جمعية طنجة بين الأمس واليوم الذين صهروا منذ مدة وبكل جد وإخلاص لتحضير هذه الندوة، كما أن الشكر موصول للأستاذين إدريس عفارة ويوسف الهواس لتلبيتهم الدعوة للحضور في هذا اللقاء المبارك ليشاركوننا رحلاتهم المفيدة والرائعة. وللعلم أن السفر ليس عملا هينا، وخاصة إذا كانت مسافته بعيدة وشاقة، وهو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وقطعة من العذاب، لما فيه من معاناة وخشونة العيش ومفارقة الأهل والأصحاب. لذا شرع ديننا الحنيف للمسافر تقصير الصلاة والجمع بين الصلاتين، ولكن رغم ذلك لا يمنع لما في هذا السفر من منفعة وفائدة عامة وخاصة. وللتذكير أن الطنجيين كانوا السباقين إلى خوض غمار الرحلات البعيدة، وارتبط تاريخ طنجة في هذا المجال بالرحالة ابن بطوطة الذي كرس حياته الذي كرس حياته لاستكشاف العالم من خلال رحلاته المتكررة، والتي زار فيها أكثر من 40 دولة عبر العالم القديم، وترك لنا إرثا غنيا بالمعرفة والرؤى حول المناطق التي زارها. ولا زال كتابه تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار مصدرا قيما للمؤرخين والباحثين حتى يومنا هذا. وقد عكف ابن جزي مع الرحالة ابن بطوطة لمدة سنتين لتدوين ما عاشه لمدة 30 سنة من غرائب. وعلى خطاه صار أبناؤه من أهل طنجة الذين استهوتهم الرحلة والمغامرة، ونظموا رحلات مماثلة لكن بصيغة أخرى وبأهداف مختلفة ووسائل جديدة. ومن بينهم الأستاذ دريس عفارة الذي قام برحلتين نحو غرب الكرة الأرضية، الأولى في سنة 2011 انطلقت من الدار البيضاء إلى مونتريال الكندية مرورا بفانكوفر وصولا إلى ولاية كاليفورنيا، والثانية تمت سنة 2015 من الدار البيضاء إلى تورونتو مرورا بفانكوفر في كندا وصولا إلى ولاية ألاسكا الأمريكية. أما الملتقي الطنجي
يوسف الهواس فقد تمكن من خوض غمار رحلتين نحو الشرق عبر دراجته الشمسية. الأولى تمت سنة 2018، تمكن فيها من الوصول إلى مدينة كانتون أو كوانزو، والثانية كان سنة 2023 من العيون المغربية إلى دبي الإماراتية. وحبا منا للتعرف على رحلاتهما والصعوبات التي واجهوهما، فكرت جمعيتنا جمعية طنجة بين الأمس واليوم على تنظيم هذه الندوة لنعيش عن قرب ما عاشوه وما سجلوه من غرائب الأمصار وعجائب الأصفار. فأتمنى لهما التوفيق والسداد، وما يقال في حقهما لا يفيهما حقهما. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأستاذ عبد الوحيد، سنعتبرها كلمة نيابة عن مركز إكليل الثقافي وأيضا عن منظمة البيت العربي، فشكرا لك أستاذ عبد الوحيد. اليوم نحتفي جميعا مشاركين وحضور بأحد أهم الإنجازات الإنسانية في هذه الأرض الواسعة، توافقا مع قوله عز وجل: يا أيها الناس إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وفي قوله: قل سروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، فهل كان ثمة من سبيل لمعرفة الآخر إلا شد الرحال إليه لاكتشاف عالمه وما يحتويه من مظاهر حياتية قد يعدها المقيم أمرا عاديا، بينما يعتبرها الوافد حدثا عجيبا يستدعي التوطير. وكذلك كان منذ عهد عميد رحالة الأرض ابن مدينتنا العظيم، والذي بلغت شهرته آفاق الدنيا وتغنت بمغامرته الجليلة كتب الشرق والجامعات الغربية وألسنة الهند وزخارف الأندلس. إنه الرحال الكبير ابن بطوطة الذي أوشك أن يقتفي أثر ذي القرنين وهو يضرب بالأرض برا وبحرا، حتى غدا حديثه زمنا وما تلته من الأزمنة. ثم كان واصل السعي على نفس النهج رجال غادروا الديار توافقا مع ما صدح به الإمام الشاعر الشافعي رحمه الله: ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغترب. والتاريخ يشهد للعرب وللمسلمين كما يشهد لرجال في الغرب، قطعوا المسافات الطوال فطاردوا الشمس من مشارقها إلى مغاربها، ولم تغريهم دار المقام للمكوت إلا وارتحلوا وقد أخلصوا العزم وأوتوا همما لا تقهر. واليوم نحن وإياكم نحتفي بهؤلاء الأماجد كلهم. طبعا الأسماء طويلة ممن فقدنا، ولكن بيننا اليوم رحالتين، ألا وهما الرحالة الأستاذ إدريس عفارة الذي بلغ في سعيه ألاسكا، والرحالة يوسف الهواس الذي أوصلته همته إلى الصين. فإليكم الشكر، وللسادة الأساسدة الأجلاء، ولكل الحضور الكريم الذي زاد نورا لهاته القاعة بحسن إنصاتهم واستماعهم وعلى هذا الهدوء اللطيف، رغم أن بعض الأصوات هنا نعتبرها هي صدى من صدى صوتنا. فمرحبا بالطفل الذي أقول في قصيدة عن طنجة وعن بطوطة كان محورا في هذه القصيدة: بحر على خصر المدينة ينطق، وسواحل فوق الصخور تعتق، أسطورة هذه المدينة في السماء في مطلق الكون الفسيح تحلق. أو ربما بما أننا قرأ الأستاذ حسن الحداد قصيدة آيات بينة من سورة الكهف، كلنا نعلم على الجدار، وهناك بعض الذين يقولون بأن الجدار يوجد في قرية أجلة تحت الرميلات والله أعلم. أو ربما أقصوصة مكتوبة تحت الجدار على رغيف يحرق، أو ربما تاريخ أندلس وقد رسم المدينة وردة تتفتق. هذه أنا طنجة طبعا، هذه أنا
وهنا مقامي برزخ من نور مائج يترقرق، وهنا بطوطة لم يزل طفلا صغيرا متعبا يتريق. إذا هؤلاء الأطفال هم بطوطة الغد من أجل الاكتشاف وأيضا لنشر العلم، لأن ما يجمعنا اليوم هنا ليس الاحتفاء فقط، هو العلم أيضا. وقد سأكتفي إلى هنا، ربما سنمر مباشرة إلى ضيفنا وعزيزنا، رجل نعتبره نقطة فارقة في أدب الرحلة أولا، رجل أتاحت له الحياة فرصة التعرف على حضارات شمال وغرب أمريكا، فلم يكتفي بالسفر كمتعة وترفيه، وإنما تجاوز ذلك بتفجير طاقة إبداعية مدهشة أبرزت قدرته الفريدة على التوثيق بلغة الأدب لرحلته المميزة، مما أهله ليكون واحدا من مشاهير أهل الرحلة والسفاري الذين خلدوا أسماءهم في ذاكرة الوعي الجماعي العالمي، وهو بذلك كان ولا يزال مفخرة لأهل المغرب وخصوصا لجهة الشمال تطوانا وطنجة. وقد سجل اسمه بأحرف من ذهب في قائمة المغيلين في ضبب الأفق المجهول، ليصبح المجهول معلوما في كتاب قيم أسماه مغربي في ألاسكا، والذي يعتبر موسوعة وجوهرة لا بد للأجيال القادمة من أن تتعرف عليه لكي تتأكد أن المستقبل هو الابن الشرعي للحاضر، بأن المستقبل هو الابن الشرعي للحاضر وللماضي، وإن حبل الاستكشاف لا ينقطع مهما تطور العالم وانفتح على بعضه. الأستاذ إدريس عفارة أديب أكاديمي حاصل على عدة شواهد عليا، أجلها شهادة في دكتوراه في استقطاب القلوب والعقول. تفضل أستاذ. وأنتم